شغالة أمان معك. أمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة خارجية ونقل حي من الغردقة، وتحديدا من مطار الغردقة الجديد الذي يفتتحه اليوم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليدخل الخدمة كأحدث المشروعات التي تفتتحها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. الكل في انتظار وصول السيد رئيس الجمهورية إلى المطار ليفتتحه. ومطار الغردقة ينضم بعد افتتاحه إلى سلسلة المطارات التي تملكها الشركة القابضة، وتم تصميمه على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية المخصصة في إدارة المطارات، لاستيعاب 7,500,000 راكب سنويا بهدف خدمة السياحة في البحر الأحمر والغردقة. رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أكد أن المطار الوليد يأتي ضمن خطة الشركة الكبيرة لتطوير وزيادة الساعة الاستيعابية للمطارات المصرية، وتهدف إلى القفز بساعة المطارات إلى 75,000,000 راكب، وهو ما يمهد لنمو الحركة السياحية بشكل كبير. الحضور هنا في القاعة في انتظار وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكما نرى فإن المشهد الذي تنقله الكاميرات هو مشهد يدل على هذا المطار الذي تفخر به مصر، والذي سيكون واجهة للسياحة المصرية. فالغردقة مدينة تزهو بها مصر، مدينة للسياحة العالمية. الكثيرون من السياح يفدون إلى الغردقة ويعتبرونها لؤلؤة تضيء على البحر الأحمر، ففيها من المنتجعات وفيها من الشواطئ ما يحمل السحر والجمال. إنها مدينة نفخر بها كمصريين، وإننا مطالبون بالحفاظ عليها وبالحفاظ على تألقها في عالم السياحة العالمية. وها هو المطار يتلألأ كأيقونة من الجمال. ها هو مطار الغردقة نباهي به مطارات العالم. ما أجمل أن نحافظ على هذه المنشأة، منشأة نظيفة جميلة لامعة. فكل بناء جديد يضاف إلى الوطن هو إضافة لهذا البلد ولمجده ولخطواته نحو التقدم والبناء والازدهار. نرى العديد من الضيوف العرب، إنهم إخوتنا وأشقاؤنا وأحباؤنا، يحضرون هذه المناسبة، ونرى عددا من الوزراء ورجال السلك الدبلوماسي. ومطار الغردقة لن يكون المشروع الوحيد الذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا اليوم، فهناك العديد من المشروعات التي سيفتتحها الرئيس، ومن بينها تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة تقدر ب 170,000,000 جنيه، ويتم تجهيزه للافتتاح لاستقبال الأفواج السياحية. ويصل الآن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار الغردقة حيث يقوم بافتتاحه، وفي استقباله كبار رجال الدولة الوزراء ومحافظو البحر الأحمر. إنها لحظة للبناء، لحظة للأمل. مصر تعلو فيها كل يوم، تعلو ببنائها
وتعلو شموخا بين دول العالم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بقص الشريط، وبالفعل قام بقصه وبافتتاح المطار الجديد. وسيستمع السيد رئيس الجمهورية وهو الآن يتلقى باقة من الورود من طفلة. تحيا مصر، تحيا مصر، احنا بنحبك قوي يا رئيس. والطفلة تحيي الرئيس. شكرا جدا يا رئيس. شكرا. ويتبادل مع حوار. إن مطار الغردقة قامت بتطويره وبتنفيذ تجديداته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، ليبدو في هذه الصورة التي نباهي بها ونفخر. أصلاً ها هي الصالة تتلألأ الآن وتزهو بها مصر لتكون واجهة باسمة في وجه كل سائح. هذا المطار سيستوعب زيادة الركاب حتى عام 2020، وها هو السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبصحبته كبار رجال الدولة، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة تفقدية في صالة المطار، ويقابل بعاصفة من التصفيق من العاملين بالمطار ومن الضيوف الذين سيحضرون تدشين هذا التطوير في مطار الغردقة، حتى إنه يكاد أن يكون مطارا جديدا بخلاف السابق. وسيستمع سيادة الرئيس إلى شرح عن هذا البناء الشامخ مطار الغردقة وما تم فيه من تطوير، وهو في هذا الشرح يعطي توجيهات بالحفاظ عليه وبأن تعلو مصر دائما في بنائها، وأن تكون مصر كما عهده المصريون للمصريين يحافظون عليها ويأخذونها في قلوبهم. الرئيس يتبادل حديثا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء والسادة السفراء والسادة الضيوف الكرام، بالإنابة عن 50,000 عامل من العاملين بقطاع الطيران المدني المصري، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسيادتكم على تشريفكم لنا اليوم وافتتاحكم لأحد مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدني، لتجعل من مداخل مصر صورة مشرفة لأبنائها وضيوفها على حد سواء. فنحن ننظر دائما للمستقبل، نتطلع لمصر قوية قادرة منارة للشرق الأوسط وأفريقيا، ونستعين بالعلم والتخطيط السليم لنسلم الراية للأجيال من بعدنا وهي مرفوعة خفاقة بإذن الله. سيادة الرئيس، أستأذن سيادتكم في تقديم عرض توضيحي لمشروع تطوير مطار الغردقة والذي تشرفنا اليوم بافتتاح سيادتكم له، وهو مبنى الركاب رقم 1، وكذلك لمحات سريعة للمشروعات الجارية والمستقبلية التابعة لوزارة الطيران المدني. ويعقب العرض فيلم تسجيل مدته 7 دقائق عن المشروع. استأذن سيادتك فنم. شكرا. النهاردة يوم 17 ديسمبر 2014، وهو يوم افتتاح المبنى رقم 1 لمطار الغردقة. بالنسبة لوزارة الطيران المدني، فاحنا لنا رؤية وهي الوصول بالمطارات المصرية لتكون من أكبر مراكز الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توافر عناصر الأمن والأمان والسلامة للركاب والطائرات. المهمة النهوض بمرفق الطيران المدني وصولا إلى المستويات العالمية، الاعتماد على التمويل الذاتي والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الأهداف
هي زيادة الطاقة الإسعابية للمطارات لمواجهة الزيادة في الحركة الجوية، التحسين المستمر في أداء الخدمات وصولا للتميز طبقا للمعايير والمقاييس الدولية، وتعزيز السلامة الجوية وتطوير نظم الملاحة وزيادة عدد العمالة المباشرة والغير مباشرة. قطاع الطيران بيشارك بحوالي 1.2% من إجمالي الناتج المحلي لجمهورية مصر العربية. عدد العمالة تحت مظلة الوزارة والشركات التابعة 49800 عامل. بإتمام هذا المشروع تم زيادة عدد العاملين المباشرين بنسبة بعدد 620 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة والمرتبطة بالمشروع وقدرها 3700 عامل. مطار الغردقة دي صورة عامة للمطار قبل إنشاء هذا المبنى. كانت الساعة بتاعت المبنى القديم 5 مليون راكب، ويوجد به 26 موقع للطائرات. في سنة 2007 تم إعداد دراسة توقعت هذه الدراسة الزيادة في الحركة الجوية في مطار الغردقة، وبالتالي هيكون في زيادة في عدد الركاب، وبناء عليه قررت وزارة الطيران المدني البدء في إقامة المشروع لإنشاء المبنى الركاب الجديد بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب في السنة، حيث أن المبنى المستخدم كانت قدرته 5.5 مليون راكب، وكان وصلنا حضرتك في وقت من الأوقات ل 8.5 مليون راكب. فالبلان بتاعنا أو التخطيط بتاعنا سيادتك أن احنا المطار يكون 13 مليون راكب بإضافة المطار الجديد على المطار القديم. وفعلا كانت الحركة في سنة 2010 ودي كانت أعلى المعدلات، كانت وصلت ل 8.5 مليون راكب على 56,000 تحرك. بالنسبة لسيادتك للمشروع، في طبعا عندنا أطراف المشروع، بيانات المشروع وتمويله ومكوناته، وهو منقسم إلى حزمتين. الحزمة الأولى هي مبنى الركاب والمباني الملحقة والخدمية ومواقف الطائرات. بالنسبة للحزمة الثانية اللي هي المدرج وممر موازي وطرق الاتصال بينه وبين الممر القديم. المالك لهذا المشروع هي الشركة المصرية للمطارات. التمويل تم عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت ومجموعة بنوك مصرية بقيادة البنك الأهلي، وجزء منه كان تمويل ذاتي. الشركة الاستشارية كانت شركة دار الهندسة. المنفذة للحزمة الأولى شركة بن لادن السعودية. بالنسبة لتنفيذ الحزمة الثانية كانت شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة. المبنى مساحته الإجمالية 93,000 متر مربع. تم في بداية المشروع في 6/2/2010 والحمد لله انتهى في 1/12/2014. ده بالنسبة لسيادتك للحزمة الأولى. التكلفة الكلية للمشروع للحزمتين 2.4 مليار جنيه. لو قسمناهم تبقى الحزمة الأولى 2 مليار جنيه المبنى الركاب والمباني الملحقة والترمك، وبالنسبة للمدرج والممر الموازي وطرق الاتصال 400 مليون جنيه. دي سيادتك القروض اللي خدناها بخصوص هذا المشروع. التكلفة الإجمالية ل 2 مليار خدناها على قرضين، جزء منه تمويل دولي والجزء الآخر تمويل محلي. التمويل الدولي كان مكون حر بقيمة 980.7 مليون جنيه، أي ما يعادل 44 مليون دينار كويتي. بالنسبة للتمويل المحلي 1.01 مليار ويمثل 600 مليون جنيه تمويل ذاتي و410 من القرض المحلي. بالنسبة لسيادتك للحزبة الثانية، تكلفة أعمال الحقل الجوي 400 مليون جنيه. بيتعمل ممر لهبوط وإقلاع الطيارات طول 4 كيلو متر. التمويل بتاعه سيادتك كان 93 مليون جنيه قرض حر من المكون الحر، والتمويل المحلي كان 307 مليون جنيه، 48 مليون جنيه تمويل ذاتي و259 قرض محلي، ونفس الجهات طبعا هي هي. دي سيادتك قيمة القرض. بالنسبة للقرض الأول مدة السداد فترة السماح 5 سنوات ومدة سداد القرض على 25 سنة. بالنسبة للقرض الثاني 850 مليون جنيه اللي هو من البنوك المصرية، سداد القرض على 12 سنة وفترة سماح 4 سنوات. بالنسبة لسيادتك ده منظر عام للمبنى الجديد بموقع وقوف طائرات. هنتكلم عن ساحة وقوف الطائرات والمبنى الركاب والمباني الملحقة والخدمية. مساحة وقوف الطائرات يا فندم، المساحة 425,000 متر مربع، الساعة 27 موقف للطائرات، منهم 11 كوبري تحميل يتضمنهم 2 كود اف، وهذه اللي هو أكبر كود للطائرات الميجا كاريرز زي الإيرباص 380 واللي تعتبر أكبر طائرة حاليا تجارية في العالم. وعدد 26 موقف للطائرات بمبنى 2، ده اللي هو المبنى القديم، اللي يصبح إجمالي المطار كله 53 موقف للطائرات. وفي خط تغذية للوقود في المنطقة الجديدة هنا ب 6 كيلو و2 من 10 كيلو متر طولي.
بالنسبة لسيادتك لمبنى الركاب، المساحة 93 ألف متر مربع، ساعة 7.5 مليون راكب سنويا، معدل حركة الركاب 4700 راكب في الساعة. المبنى مكون من منطقة تجميع حقائب اللي هو يعتبر الدور ناقص واحد، وهناك دور أرضي وثلاثة أدوار. المباني الملحقة والخدمية، عدد المباني 19 مبنى مصممين على مساحة 11 ألف متر مربع، في ساحة انتظار للسيارات تستوعب 200 أتوبيس و400 سيارة على مساحة 84 ألف متر مربع، والطرق الحوالين المبنى 15 كيلو متر طول. المباني الملحقة والخدمية عبارة عن محطة للتبريد سعة 3900 طن تبريد، في 10 أكشاك سياحية مزدوجة، 3 كافيتيريا وخدمات، في غرفة للمخلفات، محطة نقل المخلفات، محطة لمعالجة المياه، خزان الري بسعة 1000 متر مكعب، ومحطة كهرباء 25 ميجا وات. بالنسبة لسيادتك لأعمال المشروع، الحفر والهدم كان 720 ألف متر مكعب، أعمال الخرسانات 220 ألف متر مكعب، أعمال الهياكل المعدنية 8500 طن، الرصف 93 ألف متر مكعب، الواجهات الزجاجية 51 ألف متر مربع، السقف المعدني 60 ألف متر مربع. دي بعض الصور سيادتك لأعمال الحفر اللي تمت، ودي أنابيب الوقود كانت بتحط تحت الأرض. دي سيادتك أعمال الخرسانات بالنسبة للطرمك والمباني، وهي كانت 220 ألف متر مكعب. أعمال الخرسانات للمباني، ده بالنسبة للطرمك. دي الهياكل المعدنية 8500 طن. ودي أعمال الرصف فنم 93 ألف متر مكعب. الواجهات الزجاجية للمبنى 51 ألف متر مربع، والمبنى كله طوله وعرضه واخد من هذا الزجاج. السقف المعدني 60 ألف متر مربع. بالنسبة لسيادتك لمراحل تنفيذ المشروع، المرحلة الأولى بدأت في 15/8/2010 بالأسوار وطرق الخدمة. المرحلة الثانية كانت الطرمك وساحات وقوف الطائرات اللي هي 16 موقف للطائرات، وتم الانتهاء منه في 16/3/2013. المرحلة الثالثة مبنى الركاب، كباري التحميل والمباني الملحقة، وبقية ساحات وقوف الطائرات اللي هي الجيتس اللي هم ال 11 جيت الموجودين، والحمد لله تم الانتهاء منها في 1/12/2014. دي بعض الصور للمراحل اللي احنا ذكرناها يا فندم، أسوار، بوابات الدخول، أكشاك السياحة بعد التنفيذ، محطة التكييف والتبريد في ساعة الإنشاء وبعد الانتهاء منها 3900 طن تبريد، مرحلة الحفر للحقل الجوي، مد خط تغذية الوقود للطائرات بطول 6 كيلو و200 متر. دي عملية العزل اللي كانت بتتم للأنابيب قبل ما نحطها تحت الأرض. وهنا دفن المواسير خط التغذية بطول 6 كيلو. بالنسبة لسيادتك لمبنى الركاب في مراحل التنفيذ النهائية، دي بعض الصور ايه برضو. كباري التحميل. واجهة المبنى في المراحل المختلفة طبعا، ودي اللقطة دي بتبقى بالليل بالإضاءة، بيبقى المنظر الحقيقة شكله جميل جدا. مكونات المبنى فنم، في منطقة فرز الحقائب، هناك طابق أرضي وطابق أول وثاني وثالث، والطابق الثالث بيشتمل على المطاعم وصالات كبار الزوار. دي سيادتك منطقة فرز الحقائب، ودي موجودة تحت المبنى، والحقيقة مزودة بكل الأجهزة الحديثة، سواء بالنسبة لتوزيع الحقائب على الطائرات بتاعتها، أو بالنسبة للكشوفات الأمنية اللي بتتم على الحقائب قبل ما تطلع على الطائرات. بيتم الفرز حضرتك على ثلاث مراحل بالنسبة للكشف الأمني.
المرحلة الأولى الكشف المبدئي، لو في شك في إحدى الحقائب بتخش على أجهزة الكشف ثنائية الأبعاد، لازال في شك في الحقيبة فبنضطر إن احنا هي أوتوماتيك بتخش على الأجهزة الثلاثية الأبعاد في حالة الاشتباه. لو تم التأكد إن في مشكلة في هذه الشنطة فبتخش على منطقة بتتفتح وبتبتدي التفتيش بتاعها. بالنسبة لسيادتك للطابق الأرضي، ده منطقة وصول الحقائب للسادة الركاب، فيها 9 سيور وصول منهم 2 سير للطائرات العملاقة، 6 كاونتر تفتيش جمركي، 2 سوق حرة، صالة للمستقبلين وكافيتريات. الطابق الأول وده حضرتك اللي ساعة الطائرة ما بتوصل الركاب بينزلوا من الطائرة عليه على طول. صالة الوصول مساحتها 39,720 متر مربع، 9 بوابات وصول باستخدام كباري التحميل، لأن في عندنا 11 كوبري ولكن في كوبريين حضرتك بيبقوا داخلين على جيت واحد، على بوابة واحدة. 2 بوابة وصول باستخدام الأوتوبيس للطائرات اللي بتبقى واقفة على الترمك، 18 وحدة لوكلاء السياحة، وحدات للبنوك، 9 كاونتر وحدات مزدوجة للجوازات، وسلالم متحركة ومصاعد. ده منظر عام فنم للمنطقة اللي الركاب بتتجمع فيها عشان تروح على منطقة الجوازات. الطابق الأول هو المنطقة اللي فيها صالة الجوازات اللي فيها 9 كاونتر مزدوج. الطابق الثاني ده بالنسبة للسفر فنم، صالة المغادرة مساحتها 39,900 متر مربع، تشتمل على صالة للمودعين، 72 كاونتر للسفر، 9 كاونتر وحدات مزدوجة للجوازات، وأسواق حرة، و20 بوابة للمغادرة. دي صورة للكاونترز. ومنطقة الجوازات. أجهزة الكشف الخاصة بالركاب بصالات السفر. احنا في عندنا حضرتك دبل سكريننج، في سكريننج بيتم بره من مطرح ما دخلنا، وفي سكريننج تاني بيتم بعد منطقة الجوازات. الدور الثالث فنم اللي هو هيكون فيه كافيتريات والمطاعم وصالات الفي اي بي وكبار الزوار. خطة نقل الشركات إلى المبنى الركاب الجديد، احنا عندنا كل الركاب حاليا طبعا في المبنى القديم، فاحنا عاملين خطة على 3 مراحل. الخطة الأولى تنتهي في 15 يناير 2015 إن شاء الله، هيتنقل فيها 4 شركات، ودي الشركات الإنجليزية. يعقبها من 15 يناير ل 15 فبراير 10 شركات، ودي الشركات الألماني. بعد كده المرحلة النهائية تنتهي في 15 مارس إن شاء الله بنقل 26 شركة روسي، بحيث ان احنا هننقل 60% من الحركه الجويه بتاعتنا، اجمالي الحركه بتاعت المطار للمطار الجديد، ويتبقى 40% فقط في المطار القديم. ودي شركات سيادتك. احنا عندنا الجنسيه الانجليزي بتمثل 12% من الحركه الجويه هنا في مطار الغردقه، الالماني 18%، الروسي 30%. بالنسبة فنم للحزمة الثانية اللي هي إنشاء مدرج جديد، إنشاء ممر موازي، وإنشاء طرق اتصال. الممر الجديد طوله 4 كيلومتر، كود F للطائرات العملاقة، بيستقبل أي حجم من الطائرات بأي أوزان. الممر الموازي نفس الطول 4 كيلومتر برضو، عدد 2 طريق اتصال بين الممر الجديد والحالي. نظام الإنارة هيبقى LED، وده طبعا بيوفر في الطاقة. وفي معمول أعمال حماية من السيول بطول 4 كيلو بطول الممر، عشان السيول اللي بتبقى نازلة من على الجبال ما تأثرش عندنا على الممرات. ده فنم كان فكرة عامة بالنسبة للمطار. هستأذن سيادتك برضو في نبذة سريعة عن المشروعات المستقبلية بالنسبة لوزارة الطيران المدني. عندنا 4 مشاريع حاليا فنم: ميناء القاهرة الجوي في تيرمينال 2، مدينة مطار القاهرة الايربورت سيتي، مطار برج العرب وإنشاء مبنى ركاب منخفض التكاليف، ومطار شرم الشيخ بإذن الله. طبعا احنا رؤيتنا المستقبلية الاستمرار في تحسين وتطوير زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية والوصول بها. احنا عندنا الساعة الحالية 52 مليون راكب على مستوى جميع المطارات في الجمهورية. المخطط ساد لك ان احنا نوصل بها لسنة في نهاية عام 2020 الى 75 مليون راكب. وكذلك تحويل مطار القاهرة طبعا الى مطار محوري للركاب والبضائع. استاذ ساد هناخد نبذة سريعة عن كل مشروع من دول. بالنسبة لمبنى الركاب رقم 2 بميناء القاهرة الجوي، والمبنى تحت الانشاء فنم حاليا، والتكلفه المقدره له هتبقى 2.9 مليار جنيه، والتمويل من البنك الدولي. ده المخطط فيه فنم زياده الطاقه الاستيعابيه من 3.5 مليون راكب في هذا المبنى الى 7.5 مليون راكب في السنه. زياده كباري التحميل اللي كانت موجوده كانت 7 ان شاء الله، بعد الانتهاء من المشروع هتبقى 14.
وإضافة 5 مواقف هارد ستاند أو ستاندات على الترمك ورا زيادة على اللي كانت موجود. الصورة دي حضرتك، ده مبنى ركاب رقم 3 الحالي الموجود في مطار القاهرة من عند صالة السفر والوصول، هو ده حضرتك المبنى الجديد كله بالإنشاءات بتاعته. دي لقطة للمنفذ على أرض الواقع في 11/12/2014، وده إن شاء الله المخطط الانتهاء منه بنهاية عام 2015، هيبقى إن شاء الله المنظر بهذا المنظر وأجمل من كده كمان. كايرو ايربورت سيتي، طبعا ان شاء الله احنا مخطط باذن الله ان احنا في جزء من هذه المدينه هينزل في مؤتمر الاستثمار باذن الله اللي جاء القادم. 3 مناطق، منطقه الايرو سيتي، ومنطقه اللي هي في شرق في غرب قلب مدينه المطار، وجزء من المنطقه اللي عند الامتداد العمراني لجوزيف تيتو. ده صوره للمخطط بتاع ايرو سيتي، هيشتمل على مول تجاري، فنادق، منطقة ترفيهية عالمية، وبعض المناطق الإدارية. بالنسبة لسيادتك لمطار برج العرب، طبعا توسعة هذا المطار هتخدم محافظة الإسكندرية وشمال ووسط الدلتا. المخطط للمبنى أنه يتسع إلى 5.2 مليون راكب سنويا بدلا من 1.2 مليون راكب في الوقت الحالي. القيمة التقديرية للمشروع هتصل إلى 200 مليون دولار. الجايكا الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هتساهم ب 170 مليون دولار من أعمال التطوير، وسيتم توفير 30 مليون دولار من خلال تمويل محلي، وإن شاء الله المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في 2018. ده سيادتك مخطط عام لمشروع التطوير. المنطقة الزرقاء دي المنطقة اللي هناخد فيها القرض الياباني، وبالنسبة للمنطقة الثانية اللي هو الممرات دي هتبقى بتمويل مصر. وده ان شاء الله هيبقى اول مطار في مصر صديق للبيئه، تخلص من الانبعاثات الكربونيه عن طريق اجهزه التكييف اللي هتبقى راكبه، اعاده تدوير المخلفات الصلبه، وفيها هيبقى في اعاده استخدام المياه بشكل سليم، استخدام اللمبات الموفره للطاقه، واستخدام الطاقه الشمسيه. بالنسبه لسيادتك لشرم الشيخ، المنظر اللي على اليمين سيادتك ده المطار الحالي الموجود، المنطقه اللي على الشمال هي دي المخطط انشائها في المرحله القادمه باذن الله. المشروع ده هيبقى معمول على 3 حزم، الحزمه الاولى الحقل الجوي ومواقف الطائرات ومدرج وممر موازي وطرق اتصال، الحزمه الثانيه مبنى الركاب الجديد اللي هو رقم 3، الحزمه الثالثه هتبقى برج برقبه جديد. الحقل الجوي هيبقى متضمن ممر جديد بطول 3600 متر، وبرده بجميع انواع الطائرات. ساحه وقوف للطائرات ل 40 موقف طائره مختلفه، منها 15 متصله بكباري تحميل. المبنى الجديد هتبقى سعته 10 مليون راكب في السنه، يبقى الاجمالي في هذا المطار شرم الشيخ هيبقى 18 مليون راكب، لان المبنيين القدام 8 مليون راكب. التكلفه التقديريه لهذا المشروع 610 مليون دولار، ويمكن هذا المشروع التكلفه بتاعته اعلى لان هيبقى فيه كباري معموله، لان هيتم تعديل حتى المسارات بتاعه العربيات اللي جايه من شرم الشيخ ومتجهه الاتجاه الاخر من المطار. مبنى ركاب قيمته 445 مليون دولار بقرض من بنك التنمية الإسلامي، وجاري التفاوض مع بنوك أخرى، التنمية الأوروبي للاستثمار الأوروبي، التنمية الأفريقي لباقي قيمة القرض، وذلك فيما يخص إن شاء الله الممر والحقل الجوي، ومدة التنفيذ هتكون على 3 سنوات بإذن الله. السعة الحالية للمطار يا فندم 8 مليون راكب، متوقع عدد الركاب في سنة 2025 يصل إلى 18 مليون راكب، وبناء عليه كان لابد إن احنا ننشئ هذا المبنى إن شاء الله. وزارة التنمية المدني بتشكر السادة شركاء التنمية في هذه المشروعات سواء الحالية أو المستقبلة للوزارة. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. سيادة الرئيس، بالإنابة عن وزارة التنمية المدني والعاملين بها، نستأذن في تقديم هدية تذكارية لسيادتكم. سياحية فريدة.
فمن مناخ معتدل طوال العام وآثار تاريخية لكل العصور وأمن وأمان يشهد له الجميع وشواطئ ممتدة تنافس الشواطئ العالمية، مما جعل السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر والتي لابد من العمل على الارتقاء بها والوصول بها إلى مستويات عالمية. وتعتبر الغردقة المدينة الساحرة التي تقع على أجمل بقاع البحر الأحمر، حيث المناخ المعتدل، المياه الصافية، الحياة البحرية المتنوعة والشعاب المرجانية الخلابة، والتي تضم أكثر من 200 فندق ومنتجع سياحي، مع توافر كل الإمكانات لممارسة الرياضة المائية، علاوة على متعة التسوق وقضاء سهرات وليالي لا تنسى. كل هذا الجمال والرقي كان ينقصه شيئا واحدا، مطارا دوليا يليق بالغردقة أمام العالم، وأن يكون إضافة حقيقية للنهضة السياحية في مصر. في عام 2007 قررت الشركة المصرية للمطارات إنشاء مطار الغردقة الجديد بناء على دراسات تستشرف المستقبل، ووفقا لأحدث التصميمات الفنية وأعلى معايير الأمان والسلامة وراحة الركاب ومستخدمي المطار، وذلك لاستيعاب العدد الكبير من السائحين الذين يتوافدون على مصر كل عام، حيث وصل عدد السائحين في عام 2010 إلى 8 مليون سائح سنويا في مطار سعته الإجمالية 5 مليون راكب سنويا. ويقع مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة الدولي على مساحة 93,000 متر مربع، وهو مكون من 4 طوابق. الطابق الأرضي ويشتمل على عدد 9 سيور لاستلام الحقائب لمختلف طرازات الطائرات، دائرة جمركية مزودة بعدد 6 كاونتر للتفتيش الجمركي، أسواق حرة، صالة للمستقبلين، كافيتريات. الطابق الأول صالة الوصول بمساحة 39,720 متر مربع، وتشتمل على 9 بوابات وصول للركاب باستخدام كباري التحميل، بوابتان وصول تنقل الركاب بالحافلات من الطائرات، وحدات للبنوك 18 وحدة لوكلاء السياحة، 9 وحدات مزدوجة للجوازات، سلالم متحركة ومصاعد. الطابق الثاني صالة المغادرة بمساحة 39,900 متر مربع، وتشتمل على صالة للمودعين، 72 كاونتر للسفر لتوفير أعلى مستويات الراحة للركاب واستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة، ومجهزة بأحدث أنظمة إنهاء إجراءات سفر الراكب وشاشات عرض للرحلات، 9 وحدات مزدوجة للجوازات، أسواق حرة، 20 بوابة للمغادرة. الطابق الثالث ويشتمل على مطاعم وكافيتريات، صالونات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، كما تم تزويد المطار بمنظومة أمنية للتفتيش والمراقبة لتحقيق أعلى المعدلات العالمية لأمن وسلامة الراكب، عن طريق استخدام أحدث أجهزة الكشف على الحقائب الثنائية والثلاثية الأبعاد، منظومة شاشات عرض الرحلات وإذاعة داخلية ولوحات إرشادية للتعريف بكافة عناصر المطار والتيسير على الركاب، أعمال الحقل الجوي ومواقف انتظار الطائرات بمساحة 425,000 متر مربع تسعى لعدد 27 طائرة مختلفة الطراز، ليصبح إجمالي عدد المواقف بالمطار 53 موقف طائرة مزودة بأحدث أنظمة الإنارة لتنظيم الحركة وتزويد الطائرات بالوقود طبقا لأحدث المعايير والمتطلبات الدولية.
أعمال الموقع العام، ويضم مواقف انتظار السيارات لعدد 400 سيارة، بالإضافة إلى 200 أتوبيس، كافيتريات، دورات مياه، مكاتب لشركات السياحة، ومسطحات خضراء. والمبنى مدعم بمجموعة من المباني الخدمية التالية: محطة كهرباء رئيسية قدرة 25 ميجا وات، محطة تكييف مركزية قدرة 3900 طن تبريد، محطة معالجة الصرف الصحي لإنتاج مياه لري الزراعات بقدرة 550 متر مكعب في الساعة. كل ذلك لخدمة الرحلات الدولية والرحلات الداخلية، بطاقة تستوعب 7.5 مليون راكب سنويا، لتصبح الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي 13 مليون راكب سنويا، وذلك للقضاء تماما على أي تكدس أو زحام. مطار الغردقة الدولي، استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه مصري، ليكون بحق مطارا دوليا بأعلى المواصفات العالمية. وسوف يتم استكمال المشروع بممر الطائرات الذي تم تصميمه لاستقبال الطائرات العملاقة، بتكلفة تقدر ب 450 مليون جنيه مصري، الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية عام 2015 بإذن الله. مطار الغردقة الدولي أحد الخطوات ضمن منظومة متكاملة لتطوير كافة المطارات على مستوى الجمهورية، لتليق بمكانة مصر الدولية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ان انا اشكركم كلكم على اللي انا شفته ده، الجهد الكبير والامل اللي احنا بنديه لنفسينا ولبلدنا، على ان احنا بنتحرك وحنتحرك وحنكبر وحنزيد بفضل الله سبحانه وتعالى. انا بس هقف قدام عند حاجه وارجو ان انتوا ما تزعلوش مني. المطار اللي هو التكمله 450 مليون جنيه بتوع الترمك، مش الترمك ده عرضه 60 متر في طول 4 كيلو، مش الممر كده؟ طيب بس استنى علي، مش هو كده 450 مليون جنيه كتير؟ ادي واحد، ثم سنة عشان نعمل حقل الطيران ده؟ لا 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 لا، انا بتكلم كلام بجد. اذا كنتوا انتوا عايزين تحسسونا ان احنا بنتحرك بالمعدلات المطلوبة، مش المعدلات العادية، ما ينفعش الا 6 شهور، مش سنة، 6 شهور كتير. بقول ده عبارة عن حقل طيران بنعمل أرض، مش كده يا فندم ولا إيه؟ مش كده؟ لا إحنا بنتكلم ليه؟ عشان يبقى اللي إحنا عملناه ده كمان يبقى مستكمل بالظبط. ثم 450 مليون جنيه كتير قوي. نجيب الشركة اللي هتشتغل من فضلكم تبدأ شغلها لغاية لما ندبر الفلوس، لكن إحنا هندبر الفلوس الأول وبعدين نعمل لا لا لا، مفيش وقت. احنا بنتكلم على 4-5 شهور نكون عملنا ان شاء الله، طبعا نكون عملنا حقل الطيران ده عشان يبقى كده المطار بتاعنا جاهز. دي ارجو ان ده يعني لا يقلل من اللي انتوا عملتوه، بس احنا بنقول ان المعدلات اللي احنا محتاجين نشتغل بيها عشان ندي الامل لنفسينا وللمصريين مش هتنفع المعدلات الطبيعية، ومش هتنفع الاسعار الطبيعية برضو. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، بنقول يا فندم من فضلكم اللي بيشتغل معانا دلوقتي وقت العطاء لمصر، اللي بيكسب قبل كده اي مكان مكسبه قلل، عشان ايه؟ عشان حجم الجهد والانتاج اللي احنا بنعمله ضخم جدا، اللي احنا عايزين نعمله كبير قوي. طب هنعمله ازاي؟ احنا عايزين كل يوم، وانتوا هتشوفوا ان شاء الله معانا كلنا حجم العمل اللي اتعمل واللي هيتعمل خلال
الايام والشهور القليله القادمه. محتاجين نشتغل كتير ونتحرك كتير عشان المطلوب كتير. وعشان لما بنقول للمصريين في امل حقيقي، لا في امل طبعا. انت عندكم شك ولا ايه؟ احنا ناجحين وحننجح بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا ناجحين وحننجح، وهتشوفوا ان شاء الله من الغردقة وهنشوف حاجات تانية كتير. احنا بنبني وحنبني ولازم، بس مش هقول شوية صبر، لا شوية ثقة مع الصبر. دي نقطة مهمة جدا احنا محتاجين واحنا شغالين نقولها دايما لنفسينا. محدش عمل اللي انتوا عملوه، مش انتوا يعني، احنا المصريين اللي عملوه المصريين كبير قوي قوي. اسمحوا لي اقول لكم حاجه صغيره، يعني في حادثه صعبه قوي حصلت في مدرسه في دوله مات فيها 141 تلميذ، قتلوهم 9، دخلوا على المدرسه وقتلوا 141 تلميذ، غير الدوله الثانيه اللي كان فيها رهائن مش عارف ايه. انا لما بقول الكلام ده مش بفكر الناس عشان اخوفها، لا انا بقول الكلام ده وبلح عليه عشان لازم تكون قدام عينينا. المصريين ما بيخافوش، ولو كانوا بيخافوا ما كانوش يتحركوا وعملوا اللي هم عملوه في 30/6. لا ما بيخافوش، لكن احنا بنفكر نفسينا عشان دايما دايما الكتله المصريه واحده ما تتفككش. كل اللي بيتحرك عارف كويس قوي، واسمحوا لي اقول لكم انا بكلم كل المصريين، اللي بيتحرك مخوفه قوي الكتله دي. اقول حاجه كمان، ومخوفه قوي ان الكتله دي تبقى ورا حد. ما هو اصل طب هنعمل ايه؟ مش عارفين نفصل بين المصريين، ادي واحد. طب عايزين نفصل بين المصريين واللي هم اختاروه، ينفع؟ لا 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 لا، هو ده الخطر اللي انا بنبه عليه. كلنا باختلافنا، باختلاف ارائنا، باختلاف توجهاتنا، اختلفوا زي ما انتوا عايزين في الكلام وفي الفكر وفي الاعتقاد كمان، لكن اوعوا ابدا حد يخلينا نختلف على بلدنا ابدا. ما ننقسمش ابدا، ما حدش هيقدر على مصر طول ما اهلها كتله واحده. ارجو ان النقطه دي احنا كلنا اعلاميين وسياسيين ومثقفين ومفكرين ومواطن مصر عادي وشباب مصر العادي حاططها في دماغه، طول ما انتوا كده ما تقلقوش على بلدنا. عايز اقول لكم على حاجه، انا ما كنتش مرتب بصراحه كلمه، يعني ما فيش حاجه اسمها نظام، فيش حاجه، في حاجه اسمها مصر، دوله مصريه. الشعب المصري ينتخب، يجيب الرئيس، يمسك دوله واقفه على حيلها، مش نظام كل شويه يتغير ولما يتغير نقول عايزين. لا 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 لا، هي دوله مصريه، مؤسساتها، اعلامها، قضائها، شرطتها، جيشها، كلها على بعض بتشتغل عشان خاطر بلدها مش عشان خاطر حد. يتغير الحد يجي حد تاني يكمل بالدولة المصرية، يكمل بالدولة المصرية مش بحد تاني. مهم قوي ان احنا ننتبه للكلام اللي انا بقوله ده. انا عايز اقول لكم محدش هيقدر يرجع مصر ورا، مش يعني مش كلام بنقوله كده عشان ده طيب خاطر الناس. هو انتوا مش واخدين بالكم انتوا عملتوا ايه ولا ايه؟ انتوا غيرتوا الدنيا كلها. يبقى في حد هيجي غصبا عن المصريين يقول انا، هو ما حدش اتعلم ولا ايه؟ هو الناس الاربع سنين اللي فاتت ما علمتش حد؟ ما علمتهمش ان ما تقربش. مش عشان انا همنعك، عشان الشعب هيمنعك، مش كده ولا ايه؟ انا ما بمنعش حد، لكن المصريين هم اللي هيمنعوا، هم اللي عينيهم على بلدهم، خايفين عليها. احنا خايفين على بلدنا كلنا وهنحافظ عليها، وكمان لو عايزه ان احنا نموت عشان خاطرها
نموت عشان خاطرها. فأنا بس عايز أقول بمناسبة الافتتاح ده، ده حاجة كده لسه كتير إن شاء الله، في شغل كتير بيتعمل وحيتعمل، وفي أمل كبير لينا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل الأمل ده مبني عليكم أنتوا يا مصريين، على العمل والثقة والصبر، العمل والثقة والصبر، ثم محدش من فضلكم يفرقكم عن بعضكم ولا يفرقكم عن حد تاني، كتلة واحدة، كتلة واحدة مع بعضنا، ومحدش يخش بيني وبين المصريين. بقولها للآخر بقى، محدش يخش بيني وبين المصريين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بالعمل والثقة والصبر تنهض مصر، كتلة واحدة مع بعضنا، محدش هيقدر يفرق بيني وبين المصريين. هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يبث الأمل في قلوب المصريين، ويؤكد لهم أن مصر تسير على الطريق الصحيح. الرئيس عبد الفتاح السيسي وبصحبته رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال الدولة يقومون بجولة تفقدية في مبنى مطار الغردقة الجديد. إن كلمات الرئيس تؤكد أن مصر الدولة باقية، وأن شعب مصر العظيم هو من سيمنع كل من يحاول أن يتطاول على الدولة المصرية أو ينالها بسوء لا قدر الله. فشعب مصر العظيم أذهل العالم في 30 يونيو، أزاح جحافل الظلام، وقرر أن يكتب مستقبله بيده، وقرر أن تكون ثورة المصريين للمصريين، وألا يسرقها اتجاه سياسي معين يستخدم الدين ضد مصلحة الوطن. مبنى مطار الغردقة الجديد، صالة الركاب الجديدة تتلألأ، وها هم الركاب وضيوف مصر من كل أرجاء العالم يقفون في صالة الجوازات لإنهاء إجراءاتهم. ورئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولته التفقدية في المطار ليلمس بنفسه التطوير الذي حدث في مطار الغردقة والجديد الذي أدخل على هذا المطار، والذي استمعتم إلى شرح واف له. فهذا المبنى الجديد تبلغ مساحته 92,000 متر مسطح، يحتوي على 3 أدوار، منها دور للسفر ودور للوصول ودور للخدمات، وتبلغ سعته الاستيعابية 7,500,000 راكب سنويا، ومزود ب72 كاونتر لإنهاء إجراءات الركاب، و20 بوابة مغادرة، ومنطقة أسواق حرة. وبالإضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كيلومترات وعرضه إلى 75 مترا، ليستقبل الطائرات العملاقة بتكلفة قدرها 486 مليونا. وكذلك إنشاء حقل جوي على مساحة 425,000 متر مسطح، يحتوي على 16 موقعا جديدا للطائرات، منها موقعان للطائرات العملاقة. والرئيس كما تعلمون يقوم الآن بتفقد أرجاء المطار، وبالتأكيد ستكون له لقاءات مع الركاب يناقشهم في الخدمات التي تقدم لهم وفي جودة هذه الخدمات. أيها السيدات والسادة، حتى نلتقيكم في نقطة أخرى إن شاء الله، وهي التطويرات التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي
في ميناء الغردقة البحري. نعود إلى استوديو ماسبيرو، استوديو الأخبار، ونلتقيكم عندما نتحول إلى النقطة الأخرى وهي النقطة البحرية.